إلى الصحافة العالمية لنتابع سويا أبرز ما فيها، والبداية مع وكالة سبوتنيك الروسية التي تقول نقلا عن وسائل الإعلام إن 4 أشخاص أصيبوا في حادثة إطلاق نار في شمال غربي مدينة تورونتو الكندية، ولا يعلم حتى هذه اللحظة أو بحسب ما كانت المتابعات حتى ليل أمس ما إذا كان هذا الحادث مرتبط ببعض المشكلات الشخصية أو حادث ذا طابع جنائي أو ما إذا كان بصبغة إرهابية حسبما جاء في وسائل الإعلام، لكن هذه الحادثة التي لا تعرفها كثيرا مدينة تورونتو أو عموم كندا وقعت بالأمس. موقع أوكرانيا بالعربية يقول إن روسيا أكدت التحضير لصفقة تبادل جديدة مع أوكرانيا إذا كانت العلاقات قد أخذت منحا جديدا مع وصول الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي مع روسيا، وكان من بين أهم أشكال وأمارات هذا التطبيع أو تحسن العلاقات الروسية الأوكرانية كان إفراجا متبادلا بصيغة 35 في مقابل 35 بين روسيا وأوكرانيا عبر الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى كلا الطرفين. موقع أوكرانيا بالعربية يقول إن هناك تأكيدات للتحضير لصفقة جديدة أوكرانية روسية ربما تسهم كذلك في حلحلة قضايا أخرى، لكن على الأقل ملف تبادل المحتجزين لدى الجانبين يمضي بخطوات لا بأس بها. موقع اندبندنت عربية يقول إن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني في إيطاليا وشركائه من المتطرفين يهزمون اليسار الإيطالي في عقر داره، والحديث عن انتخابات محلية في مقاطعة أمبيريا الجديدة، هذه حاكمة المقاطعة دوناتيلا تيسي التي تجلس إلى جوار الزعيم اليميني ماتيو سالفيني والذي كان سببا في انهيار الائتلاف الحكومي الذي كان شريكا فيه مع رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، والقضية الخلافية التي كانت مرتبطة بحسب الكثيرين بقدر من الانتهازية لماتيو سالفيني الذي كان يتحدث عن حتمية إجراء انتخابات مبكرة بحكم ما كانت تقول بعض التقارير أن الرجل أصبح يتمتع وحزب الرابطة اليميني بقدر من القبول في الشارع الإيطالي، لكن هذه الأزمة جرى تجاوزها عبر تحالف لويجي دي مايو حركة 5 نجوم مع سيد جوزيبي كونتي الذي أعيد تكليفه لرئاسة الحكومة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. هذه المقاطعة التي فيها ينتصر اليمين المتطرف على اليسار في مقاطعة أمبيريا الإيطالية التي هي جزء مما يعرف بالحزام الأحمر ويسيطر عليها أحزاب يسارية منذ نحو 5 عقود متصلة، لا يعلم ما إذا كانت هذه دلالة فقط لهذه المقاطعة أو ربما لبعض المقاطعات التي قد يحظى فيها اليمين المتطرف وتيارات أقصى اليمين بقدر من القبول حتى لو كان هناك انتخابات نيابية في إيطاليا، أم أن الأمر سيكون مرتبطا بعموم القطر الإيطالي لهذه المقاطعة أو بعض المقاطعات وحدها. موقع مونت كارلو الدولية يقول إن بلجيكا عثرت على 12 مهاجرا في شاحنة تبريد هناك، والحديث عن عناصر الشرطة الذين وجدوا هؤلاء المهاجرين في شاحنة التبريد ولكنهم وجدوا أحياء، وكان ذلك أيضا من الحظ الطيب والحسن لهؤلاء وللإنسانية بشكل عام، لأنه ليس من المنطقي أن يعبأ هؤلاء فقط لضيق ذات اليد أو للأزمات المعيشية والأزمات الأمنية التي تعصف ببعض الدول التي تعاني فقرا وأزمات مختلفة، أن يلقوا مصيرهم إذا ما قدر لهم أن يجتازوا البحر أحياء أن يلقوا مصيرهم في شاحنة تبريد وقد تيبسوا أو ماتوا من البرد. وهناك حديث أيضا كما تابعه الكثيرون عن شاحنة أخرى كانت في بريطانيا ولكن كان فيها قرابة 39 جثة داخل تلك الشاحنة. السلطات في بلجيكا والشرطة هناك عثرت على 12 مهاجرا كانوا أحياء في شاحنة تبريد في بلجيكا. موقع NHK الياباني بنسخته العالمية يقول إن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين لحضور اجتماعات مع رابطة أسيان الشهر المقبل، والولايات المتحدة الأمريكية لها سلسلة تحالفات تاريخية مع هذه الرابطة بعضها ذا طابع تجاري أو الواجهة التجارية تبدو مسيطرة صحيح، لكن البعد الأمني والسياسي والعلاقة مع تلك المنطقة ومع الصين كذلك بحكم المناكفة الأمريكية الصينية ستكون حاضرة، بل هي حاضرة بشكل دائم في علاقة الولايات المتحدة برابطة آسيان.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوشن قوله إن بلاده تحتفظ بقائمة عقوبات على تركيا لاستخدامها عند الضرورة التلويح بسلاح العقوبات، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا حتى، كما تابعنا القرار الذي صدر عن الكونغرس الأمريكي، عن مجلس النواب تحديدا، بأغلبية وصفت بالساحقة يدين ما جرى من قبل السلطات العثمانية في القرن الماضي بحق الأرمن من اعتباره إبادة جماعية. هذا صنف من صنوف ربما اللعب بأعصاب الأتراك والإدارة التركية كما يصفه كثيرون. بينما يتحدث وزير الخزانة ستيفن مينوشن عن احتفاظ بلاده بقائمة عقوبات ستكون جاهزة لاستعمالها، كما هو الحال كذلك في صفقة اس 400. حتى هذه اللحظة لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية خيار العقوبات المباشر ضد الحكومة التركية، لكنها تبقي هذا الخط خط رجعة قائم يمكن للولايات المتحدة أن تلتجئ إليه، هو وصنوف من العقوبات الأخرى. موقع أكي الإيطالي يقول عن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الأمنية جوليان كينغ إنهم جاهزون لدعم قرارات الدول الأعضاء حول استعادة المقاتلين الأجانب. الحديث عن استعادة المقاتلين الأجانب من المنتمين لدول أوروبية مختلفة وهم كثيرون، ليس هناك تقديرات واضحة أو مباشرة تتحدث في هذا الشأن، لكن المؤكد أن عددا كبيرا من المقاتلين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية التي نشطت على مدى العقد الأخير في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، هناك مشكلة في استعادة تلك العناصر، هناك مشكلة في محاكمة تلك العناصر في هذه الدول، والحديث عن صفقات مستمرة بين هذه الدول بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لضرورة استعادة هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم. بينما يقدم طرح آخر أيضا على أنه مثالي بتقديم بعض الحزم المالية كمساعدات لبعض دول الشرق الأوسط أو الدول التي كانت تؤوي تلك العناصر على أن تتم محاكمتها في هذه الدول. الوزير المفوض أو المسؤول المفوض المكلف بشؤون الهجرة كذلك ديمتريس أفراموبولوس، والذي كان في مؤتمر صحفي مع جوليان كينغ، جرى خلال هذا المؤتمر استعراض التقرير 20 لمدى تقدم بروكسل عن طريق إنشاء اتحاد أمني متماسك وصلب. وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا تقول إن مبعوثا صينيا يدعو مجلس الأمن إلى النظر في حذف بوروندي من جدول أعماله، وقال إن الوضع الحالي في بوروندي يتعين النظر إليه بموضوعية ونزاهة. المبعوث الصيني يقول إن حكومة بوروندي قالت في مناسبات مختلفة أن الدولة لم تعد تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين، لذا ينبغي ألا تبقى في أجندة مجلس الأمن الدولي، وأن يتم اتخاذ التعديلات اللازمة في الوقت المناسب اتساقا مع آخر التطورات الجارية، حتى يمكن تركيز الطاقات على حالات الطوارئ التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. ويقول إن الوضع الحالي في بوروندي مستقر بشكل يشبه الوضع الاعتيادي والطبيعي، وهناك إحراز تقدم في الأعمال التحضيرية لانتخابات مرتقبة في بوروندي بحلول عام 2020. الصين لا تتعامل مع أفريقيا إلا باعتبارها نقطة استراتيجية وحيوية، إذا كانت تتعامل معها من زاوية اقتصادية فهي تدرك كذلك أن المداخل الاقتصادية وحدها لا تكفي، وأن هناك مداخل سياسية وأمنية عدة وصروف من التأثيرات وأشكال من التأثير المختلف يمكن من خلالها أن تدخل الصين من أبواب واسعة في القارة الإفريقية. وكالة الأنباء الفرنسية تقول إن مراقبين دوليين سيدققون في نتائج الانتخابات الرئاسية في بوليفيا، الانتخابات الرئاسية التي جرى فيها التجديد لولاية رابعة من للرئيس إيفو موراليس، وهناك موجة من الاحتجاجات التي انتشرت في بوليفيا، ولا يعلم ما الذي يجري في أمريكا الجنوبية بكل ما فيها من تعقيدات واضطرابات، بعضها سياسي وبعضها الآخر اقتصادي وأمني. هذه المرة انتخابات في بوليفيا والرئيس إيفو موراليس يفوز بولاية رابعة، والمعارضة تقول إن الانتخابات لم تستوفي الحد الأدنى اللازم من الشفافية أو النزاهة، وهذا قد يرتب وفق تقرير أصدره المراقبون عند الانتهاء من مراجعة هذه النتائج، سيرتب على الحكومة البوليفية والمعارضة على السواء احترام النتيجة النهائية التي سيتم الوصول إليها عند إجراءاتهم تدقيقات لازمة في انتخابات كانت قد جرت في 20 من هذا الشهر. وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية تقول إن الرئيس مون جي إين أعرب عن أمله في عقد اجتماع قمة
مع اليابان لتجاوز الأزمة الاقتصادية والتجارية الجارية بين الدولتين. والرئيس مون جي إين كان قد أوفد رئيس الوزراء في حكومة بلاده إلى اليابان، والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمحاولة بلورة تصور لمعالجة المشكلات التجارية والاقتصادية المندلعة بين طوكيو وسول. CNN بالعربية تقول إنه قد جرى عمل إضراب اعتراضا على الضرائب، حيث أقفلت سفارات لدولة الاحتلال حول العالم. مشكلات بعضها سيكون مرتبط بالمزايا الاقتصادية التي يحصل عليها دبلوماسيو هذه الحكومة في سفارات بلادهم أو في سفارات كيانهم في بعض الدول حول العالم. موقعنا الإلكتروني extranews.tv يتحدث في شأن أفريقي حول الأوضاع في النيجر، حيث جرى قتل 10 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قاعدة عسكرية في النيجر. والساحل والصحراء، والتي تعد النيجر واحدة من بين الدول المكونة له، تعاني بعض المشكلات الأمنية وبعض المشكلات التي ترتبط بمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة على خط هذه الدول بالكامل، النيجر وبوركينا فاسو ومالي وكوت ديفوار وعدد آخر من الدول في تلك المنطقة. تعكف هذه الدول بجيوشها وبالتحالفات المشكلة لها على تجاوز هذه المشكلات. بالأمس كان الحديث عن مصرع 10 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قاعدة عسكرية في النيجر. موقع الكومبس يتحدث عن أن وزيرا ألمانيا دعا لإعادة طالبي اللجوء من على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. هذه الجدلية والقضية التي كانت قد طرحت ما بعد استقبال أوروبا لموجات كبيرة من اللاجئين أو النازحين ما بين بعض الحكومات أو الأحزاب السياسية التي كانت ترى أن استقبال اللاجئين والنازحين الذين شردوا من منازلهم، ولعل هذه الصورة التي تظهر عددا من اللاجئين من ذوي الملامح العربية، لعلهم من أبناء سوريا الذين اضطروا اضطرارا للفرار بما أمكن الحصول عليه في بعض الحقائب البسيطة التي حملت ما أمكن حمله من منازلهم. بعض هذه الأحزاب والحكومات قالت إن واجبا أخلاقيا يتعين بموجبه على حكومات تلك الدول وعلى شعوبها أن تستقبل هؤلاء المشردين والنازحين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، بينما كانت موجات المد اليميني المتطرف في أوروبا تقول بأن هذا من شأنه أن يغير الطبيعة الديموغرافية والتركيبة السكانية لتلك الدول، ما أفضى في النهاية إلى صراع سياسي داخل تلك الدول. وزير ألماني ربما يكون أكثر اتساقا مع مفاهيم قيم اليمين المتطرف يقول إن طالبي اللجوء يتعين إيقافهم من خارج القطر الأوروبي بأكمله إذا جاز تسمية ذلك، عند أول منشأ للحدود الأوروبية يتعين إيقافهم. وربما لهذه الورقة يناور الرئيس التركي أردوغان بحتمية توظيف هذه الورقة لحسابه، جنى من وراء ذلك مليارات الدولارات ويلوح بها في كل أزمة. أخيرا مع موقع إخباري يتحدث عن بعض الجاليات القبرصية والأرمنية والكردية، ويتحدث عن تطور مرتبط ربما بالإدانة التي تحدث بها مجلس النواب الأمريكي من اعتبار ما جرى بخصوص مذابح الأرمن التي خلفت وفق بعض التقديرات قرابة 1.5 مليون ضحية منذ عام 1915 وحتى عام 1923. والحديث في هذه المرة عن إدانة قبرصية وأرمنية وكردية للغزو التركي في مناطق الشمال الشرقي من سوريا، والصورة كذلك تظهر آليات ومدرعات تركية كانت في طريقها إلى مناطق الشمال الشرقي.